بنك السودان المركزي اليوم 28 مايو 2019 بداية الإضراب. بنك السودان المركزي موظفين بنك السودان بداية الإضراب 28 مايو بنك السودان المركزي مدنيو جهزوا الدواجات يا جماعة مدنيو حي لها في كوري وحي لها في موظفين بنك السودان أحرار بنك السودان مضرب يا رئيس موظفين البنك المركزي مضربين يا حميدتين الروح راحت الروح راحت الوظيفة مدروح أيوة يا سلام عليكم يا أحرار ويقصد كده بطانة ولا مضربين موظفين بنك السودان مضربين موظفين البنك المركزي أيوة أو إضراب أيوة موظفين البنك المركزي مضربين مضربين ما شاء الله ما شاء الله اضراب اضراب يا سلام عليكم يا احرار اشراف شوف على المجاهدات كيف موظفين بنك السودان مدنية احرار بنك السودان مضربين انا عمهم ذاتهم انا ذاتي مضرب سلمية ضد الحرامية سلمية ضد الحرامية أيوة مدنية بس مدنية بس خيار الشعب أيوة بنك السودان بنك السودان المركزي ما في حاجة مكتوب فيها بنك السودان إدارة التقنية المصرفية يا جماعة داخلكم باللايف مشاهدات كثيرة داخلكم يلا موظفين البنك المركزي موظفات بنك السودان العاملين ببنك السودان مضربين العاملين ببنك السودان مضربين اضراب اضراب مضربين إدارة التغنية أقوى إدارة في بنك السودان أكثرهم أكثر عدد في الإضراب صورين صورين ذاتي ذيك صورين بداية الإضراب مدنية مدنية يا حميدتي يا حميدتي مدنية ومضربين يا سلام عليك يا سلام عليك 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 فوق عليك فوق بس أنا مضرب إدارة التغنية أشراف بنك السودان مضربين مضربين مدنية مدنية يا صبة أبدية يا صبة أبدية البنك بس. المركزي بنك السودان المركزي الدنيا البشر ده كلهم مضربين يا جماعة البنك المركزي البنك المركزي الإضراب بنسبة عالية جدا الحكم عندنا الحكم عند الشعب ما عند اللجنة الأمنية مش مجلس عسكري الرصاصات يا جماعة دون عشان نوزعها أنا مضرب أنا مضرب أنا مضرب ما دخلنا ديل في اللايف خشوا الأخوات ديل يا
دخلكم في اللايف يا ارفع راسك فوق والاضراب بالزوك. يا سلام عليك يا رئيسة، ارفع راسك فوق والاضراب بالزوك. يا سلام عليك. الاضراب في بنك السودان، إدارة التغنية. أرفع قلمه فوق والإضراب بالزوق. بنك السودان المركزي. مضربين، لو جيتونا بدبابات مضربين. القوة قوة الشعب، الكلمة عند الشعب. دون معاكم قصاصات عشان. يا سلام. شلتها حوزع على الموظفين. انا مضرب انا مضرب انا مضرب. شكرا يا ست شاهين. استشارة فنية يا تغنين، دار مثلا دار أعلق اللايف شوية كده مثلا لغاية ما أمشي. زول عندي فكرة أعلق اللايف، ما دار أنهي، وأخليه مثلا أعلقه شوية. أتحرك على الإدارات الثانية يا جماعة، أتحرك على الإدارات الثانية. شكرا يا كنداكات يا شفاتة. هتحرك على الإدارات الثانية لبنك السودان المركزي. الإضراب ناجح بنسبة 90% للآن. السلام عليكم. الإدارة كلها مضربة، من برنامج مصرفي أنا مضرب، بنك السودان، بنك السودان المركزي. صباحكم خير. قدام ورا إعدام. بنك السودان المركزي. ده مكتب آخر، أنا مضرب، أرفع قلمك فوق والإضراب بالزوق. 23/5 4/28/5. ما في قوة في الأرض أقوى من قوة الشعب السوداني، أقوى من الدبابات، أقوى من كل شيء. معلش يا جماعة، الإضراب بشير، لجنة تسيير النقابة، لجنة تمهيدية لنقابة بنك السودان. إن شاء الله السودان منصور إن شاء الله.
حرارة كتاب حرارة أنا مصرفي أنا مضرب أنا مضرب قول لهم في العيد لايف ها قول لهم ده لايف السلام عليكم مكة السودان المركزي الإضراب حبابه عشان شلاه ولا صابه سلاسة جاهزين اللايف ده لايف يا سلام عليكم مكة السودان موظفي مكة السودان الكنداكات كنداكات مكة السودان شفاته ماطي يا إيمان إيمان ما تخافي ما بيجيك حاجة خلي أمسكي أمسكي أديها أمسكي هاي ما تخافي والله ما في زول بيجيكم ما في زول بيسألكم كلمة عند الشعب بس لا حميتي لا برهان ما بيقدر ما عندهم دي لجنة أمنية دي لجنة أمنية قانونا ما يقدر يعمل لك حاجة حفظ الأمن فقط مهمتهم فقط فقط حفظ الأمن ما تخافوا طوالي تمام قدام ورا إعدام حسبوا ده أخونا حسبوا وتبري حسب دائما الناس بري دائما الناس بري دائما من اسود البراري اسود البراري وين اسود البراري هندل اسود البراري يا زين عشان في ناس ما برضو ريهم يا سلام شفاته مكة السودان تعال كده مكة السودان موظفين مكة السودان المركزي اضرب يلا حبيبنا وين الدباجه وين ايوه ترفع ارفع يدك فوق ارفع الدباجة فوق واللي ضرب بالزوق 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 كنداكات مكة السودان يا سلام هنا 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 ايوه كنداكات مكة السودان كنداكات مكة السودان ايوه الله يحييك يا ابو صالح والله يا اخ راجل ما ارفع يدك فوق والدباجة فوق واللي ضرب واللي ضرب بالزوق بك المركزي تحية لك والله نحن ايوه مع الشعب قلبا وغالبا انا مضرب يا جماعه كل الناس كلها مضربين المحافظات يمكن يكون مضرب كده نمشي نشوف فوق والله المحافظ يكون مضرب والله ايوه كده نمشي له فوق يا جماعه اعمل لي اعمل لي اتاك في الفئه بتاع ده عشان الناس يشوفوها جدا تاك بتاك بتاكو كيف يا جماعه يا سلامه تنقل ايوه لا لا تنقل ده مضرب مرتين والله شغلك نظيف والله مش على التفتيش مش على التفتيش راح على الفنجر يا فنجر يا مكور سنادة كيف وين الدباجة والله مضربة العواميد ايوه والله الدنيا كلها مضربة المحافظات مضرب يا جماعة والله المحافظات يكون مضرب انا مضرب انا ضد الفساد دي قوية دي داخلك في اللايف كنداكات مكة السودان كنداكات بنك السودان التحيه لهم والله السلام عليكم يا جماعه هنا كيفكم طيب راب كامل شطه ولا كل الاجهزه السودان المركزي البنك المركزي خلي الوظيفه تروح الشهداء فقدوا الروح الشهداء فقدوا الروح خلي الوظيفه تروح السودان المركزي تعال هنا كيف داخلك في اللايف ايوه هاي امسك الورقه يا سلام كنداكات مكة السودان مضربين العمل يا سلام يا سلام عليكم حرية سلام عدالة مدنية قرار الشعب مدنية تمام السلام عليكم انتم خاشين دخلكم في اللايف ولا ماذا دي قائمة الشرف قائمة الشرف قائمة مشكلة ما في شغل الليلة إضراب كامل ما عندنا أي شغل إحنا مع الشعب اللي يحصل يحصل مبروك فنجري ندخل في اللايف ما تأخذ منه إذن ما تدخله أخذ منه إذن لا أخذ ما تدخله سأخذ منه إذن السلام عليكم رأي كيفكم إن شاء الله طيبين كيفكم دخلك في المنحرة لا تمام طلع على التفتيش غالبية الموظفين مضربين الغالبية العظمى من الموظفين مضربين مع الإضراب اليوم الحمد لله توفيق من عند ربنا توفيق من عند الله النصر من عند الله سبحانه وتعالى صور هناك
انا جايك فوق. السلام عليكم كل الشباب مضربين شباب ثوار بنك السودان. يا سلام عليكم فوق. يا سلام عليكم. ده مضرب يضرب تمام. ده مضرب يضرب تمام. خميس مضرب يضرب تمام. التفتيش إدارة التفتيش كلهم مضربين. إدارة التفتيش ضرب كامل. أيوة كلام قول كلام. إدارة وين؟ إدارة العمل الرقابة المصرفية اللي فيها إدارتين الرقابة اللغائية اللي كنت بيصير فيها قبل شوية. أيوة ومعاي إدارة التنظيم ودي إدارة التفتيش. ناس مضربة هنا كاملة والدليل على ذلك أنت ممكن تمشي. كلمهم قول لهم إنه جايب لايف. وريهم قول لهم جايب لايف. استاذة منهم. حرار بنك السودان سوار بنك السودان كيف جاي يا رئيس؟ إدارة التفتيش. قلنا إدارة التفتيش. ناس ما في خوف يا اخوان. ناس مضربة. اطلع على راجل هناك. وين راجل وين؟ راجل هناك. هاي. وين الدباجة؟ ايوه كان داك راجع. بنك السودان المركزي. ما خايفين. ايوه. من اجل حكم مدني انا مضرب عن عملي. السلام عليكم. التفتيش إدارة التفتيش. التفتيش المناضلين التفتيش ديل بيرفعوا التقارير أي بلوى أي بوقفوها. وقفوها الجماعة الطيبين. السلام عليكم. الديل أدلي. أحرار ثوار بنك السودان. البنك كله يا جماعة مضرب. البنك كله مضرب. كنداكات بنك السودان. البنك كله مضرب. إدارة التفتيش كل شبارات. قولي قولي كلام قولي. التفتيش كل شبارات النظام هنا. حطلعوها كلها؟ هي قاعدة. قاعدة البلاوي قاعدة؟ إدارة مستقلة. بلاوي النظام كلها قاعدة. قاعدة. والتقارير بتترفع. أيوة. لكن بتشنو؟ بتموت. بتموت. أيوة. حنحيها تاني. بإذن الله. إن شاء الله. حنحيها تاني دي أهم إدارة في بنك السودان. إن شاء الله. أيوة. السلام عليكم يا جماعة. عليكم السلام. حرية سلامة عدالة. أوه. مولانا اوه والله اذا شفته يخلي البرهان ده يبقى كديسه يقرا له قران مولانا. كيف الحال؟ ما شاء الله ربنا يتقبل. الناس كلهم الناس كلهم في البنك ده مضربين ولا كلهم مضربين؟ الحمد لله الاغلبيه العظمى. لكن الناس ما مضربين في شويه كده في حبتها في ناس عميقين كده عرفناهم يطلعين للسطح. اوه كبير يا هيك يا سيد. يا سلام. تمام يا راكز. تمام يا راكز. تمام يا والله المحافظات يقوموا يا جماعه مضرب. كنا نمشي نشوفه فوق. كيف يا حبيبنا؟ ان شاء الله كويس. اشراف بنك السودان. ما شاء الله اخونا الضمري. ان شاء الله تمام. مضرب عمل تمام تمام. ايه سليم يا. كله تمام. مضرب عمل. يا رئيس. كلهم مضربين. يا جماعة برهان ذات يكون أضرب معنا ولا حميتي ذات يكون أضرب؟ عدوى. برهان رئيس اللجنة الأمنية طبعا ما رئيس رئيس مجلس عسكري. كيف يا راكز؟ يديكم العافية. أنا مضرب لاستقلالية البنك المركزي. يا جماعة الدنيا كلها مضربة. شكرا لكم يا أحرار. السلام عليكم. كيفكم؟ ده لايف تخش فيه؟ لايف عن الإضراب. يلا يا شباب. لا الجماعة جينام بيجاي. جينا هم ناس الجماعة ده لايف بتاع اللايف للإضراب. تصوروا. أمسك. ديباجات أمسك ديباجات. أهم إدارة في البنك إدارة التفتيش. أهم إدارة. هاي حاضر. أهم إدارة في البنك إدارة التفتيش. هذا المضربين قال ما بيحبوا الأضواء. رشيد يا. تمام حرار بنك السودان. ساكت زي رحب ولا ما
ولا تصير؟ تصير بدقيقة خليكم يمشي. صورونا. كاتبك السودان. ايوه ضد الفساد. ايوه ضد الفساد. مصورين ان شاء الله. ان شاء الله. هي عدالة. حرية. حرية سلام وعدالة. تمام. مدنية خيار الشعب. مدنية خيار الشعب بإذن الله. بإذن الله مدنية خيار الشعب. بإذن الله. شكرا يا كندكات. امشي عن حمدانه. وانا حمدانه. ما عندي مشكلة. اوه حاضر تمام كيف يا انا لخبطت بالفنجر. سيد الصالح. اوه سيد حردلو. انا مصرفي انا مضرب. الدنيا كلها مضربة يا جماعة. حرية سلام عدالة. مدنية خيار الشعب. مدنية خيار الشعب. البنك مضرب كل البنك. دي إدارة التفتيش. البلاوي كلها هنا. قاعدة. كان بيدسوها لكن قاعدة بتطلع. هنطلعها. شكرا يا رئيس. شكرا يا احرار. يا رئيس السلام عليكم. السلام ورحمه الله. داخلكم في اللايف. اوكي. يا سلام عليكم. ايوه صح ما انت معلق البتاع فوق. السلام. حريه سلام عداله. ايوه خيار الشعب. مدنيه خيار الشعب. ايوه مضرب انا مصرفي انا مضرب. بنك السودان المركزي. شكرا لكم يا شرفاء. ماريا يا بشير يا بشير راجي كده اضرب لي تليفون عليك اضرب لي تليفون عشان الله يتعلق دار خليه يتعلق تليفون تليفونك مش عايز 922 إدارة البحوث بنك السودان المركزي. كنداكات إدارة البحوث. كنداكات إدارة البحوث. شكرا لكم يا كنداكات. يا سلام عليك يا كنداكة. يا سلام عليك يا كنداكة. قائمة الشرف. بنك السودان المركزي. البنك المركزي موظفين البنك المركزي والعاملين في البنك المركزي مضربين. منال وهادية. حرية سلام وعدالة. مدنية خيار الشعب. مدنية خيار الشعب. اليوم؟ ها؟ أميمة الله يا أميمة لحقت تصور أنت والله. أوكي. نمشي وين؟ عشان ما نجي ثاني. مضربين هم مضربين؟ المهم خلاص الجماعة دي والله شبه تصوير قالوا شبه تصوير مضربين انتوا المهم مضربين من بعيد كده خلاص قاعدين قاعدة واخر ونسة يا سلام عليكم يا سوار تمام الإدارة كلها مضربة يا جماعة بدوش الناس دي كلها مضربة مضرب البشرية دي كلها مضربة يا رئيس صورك يا رئيس مالك ميكو ايوه يا سلام عليك مالك يا سلام عليك يا مالك دكتور مالك يا مالك وشك وشك هنا صور ايش وجهي يا يا سلام عليك يا مالك شباب المستقبل مالك موظفين بنك السودان والعاملين بنك السودان مضربين تمام يا راكز يا سلام عليك
موظفين البنك المركزي. شكرا يا كنداكات، بشكروا فيكم، نعم بشكروا فيكم. ايوه موظفين البنك المركزي الغالبية اضراب مضربين 90% الاضراب بنسبة 90%، الاضراب بنسبة 90%، 10% ديل ممكن تقول ناس الدولة العميقة العميقين غيتظهروا. اضراب تحدي، اضراب تحدي. البشاكلنا نرفع اي مدير اي مسؤول نرفع اسمه للمنبرشات، السادة من برشات ولا السيدات، اسف السيدات من برشات. اذا ما داير خلاص خليك برا. لا خلاص حندخل إدارة المراجعة. إدارة المراجعة. كريستازن منهم كويس؟ إدارة المراجعة بنك السودان المركزي. إدارة المراجعة بنك السودان المركزي. يا جماعة والله العظيم إدارة المراجعة وإدارة التفتيش، كل البلاوي الحاصلة في البلد، أنا 21 سنة شغال، كل التقارير بتترفع لكن بتتثبت، وثبتوها الكيزان، كل البلاوي عندنا هنا موجودة في الملفات من إدارة المراجعة لإدارة التفتيش. ناس بيقولوا البنك المركزي ما شايف شغله متواطئ، موظفين البنك المركزي شريفين وبيرفعوا كل التقارير لكن بتتثبت. ما فيش ليه وزارة يا رئيس لايفين لايفين مالكم كهربين مالكم مالكم ها لما ده بس كده بيجي بالصور لازم تخش انا اظن دي تربيستين ولا سبت تربيسة ابغى تربيسة توكل خش 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 اللي مالكم يا جماعه نرجع ولا شنو لا مضايقين من اللايف نرجع طيب لا مش كده كلكم مضربين عارفين يمكن في ناس ما بتحب اللايف تصار في اللايف. السلام عليكم يا جماعة. السلام الله ده لايف يا جماعة لايف للضرب عن الضرب قاعدين تصوروا فيه ها يا سلام شكرا يا كنداكة. لا ما الناس كلهم عارفوا انتم ما بتحبوا الاعلام لكن كلكم الاضراب واقفين مع الاضراب. تمام تمام يا راكز تمام يا سيد عبد الله انا عبد الله. يا سلام يا عبد الله يا سلام يا عبد الله راكز. السلام عليكم يا ريس ولانا محمود تجيب له الجزيرة ولا هاي عبش الجزيرة تجيب له الجزيرة ولا بتجيب يا سلام عليك يا ولانا اول شيء لايف ذا لايف قناة الفيسبوك قناة الفيسبوك ولكن اول توديني الجزيرة لا الجزيرة ما تجي الجزيرة دي قناة هنا طبعا مأجورة لا 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 جيبها هنا جيبها لا امسك امسك في يدك بس في يدك في يدك لا في يدك في يدك بس كده بقى تمام تمام حاضر اخونا عبد الله حرية سلام عدالة صورة خيار الشعب مدنية خيار الشعب يلا تمام تمام مبروك اسمع جوال انا لازم اقرب من اللي صور أبي صار بيجي أبصر ها؟ قال ما يجي صور هذا ما شاء الله طبعا رحمه صور افتح جنب صور ده لايف شغال لايف؟ لا لايف دخلنا لايف صور صنع دي ورقة دي ورقة لايف الفيس ما عندنا مشكلة هيا راجع يا رئيس هكنداكا أوه الله دي ضرب إضراب من أمه قافل الشاشة تماما
يا كنداكا يا سلام عليك حرية سلام عدالة مدنية قرار الشعب. شكرا لكم. عبيدكو يا كيف يا ريس يا باشا كيفكم؟ هذا خلي معي تمام نقد كيف؟ ده مضرب كبير لكن ما بيحب الإعلام. نكتفي بالبتاع ده؟ نكتفي؟ نكتفي يا جماعة نكتفي نكتفي. الإضراب ناجح في بنك في البنك المركزي. الإضراب ناجح في بنك السودان الحمد لله. كل العمال الديباجات البيضري أنا مضرب. الباقيات أنا مضرب. بنك السودان المركزي الإضراب نسبة كم نسبة كم نسبة كم 90%؟ الإضراب نسبة 90%. إجماع وطني كامل. إجماع وطني كامل الحمد لله. توفيق من رب العالمين. كافة الأطياف كافة الأعمال اتفقوا على حاجة واحدة. أيوة قولي كلمة. كافة الأطياف كافة الأعمال اتفقوا على حاجة واحدة إنهم عايزين مدنية الشعب. مدنية الحكم سوري. لا تمام. مدنية الحكم. الرأي الأول والأخير لنا إحنا الشعب. ما شغالين بحكومة وما شغالين بغيرهم. نحن اللي بننجح ونحن اللي بنفشل. وحينجح بإذن الله. بإذن الله. نجاح الإضراب ده. أيوة تمام. والله قاعدين نستأذن منهم قبل اللايف قاعدين نستأذن قبل اللايف وقاعد نخش ما قاعد نخش ساي. نكتفي بالقدر نكتفي بالقدر ده صور عليها. سوار في كل مكان. يا سلام على راجع. كلمة أخيرة نكتفي بالقدر والحمد لله. الحمد لله. أيوة. لايف جميل وعبر عن الحاجة الحاصلة في البنك وبإذن الله منصورين بإذن الله. أيوة بإذن الله منصورين. يلا السلام عليكم يا جماعة. كان ممكن نلف كل الإدارات لكن بس الزمن المبنى كبير. معلش يا جماعة. الإضراب في بنك السودان نسبة 90% ناجح ونسبة 90%. كان جابوا لنا دبابات مضربين. القوة قوة الشعب. إن شاء الله في البنوك التجارية كلها الإضراب يكون ناجح. السلام عليكم. حرية سلام وعدالة مدنية خيار الشعب. حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب. مدنية قرار الشعب مدنية خيار الشعب. قدام وراء إعدام. قوة الحرية والتغيير تمثلنا. قوة الحرية والتغيير تمثلنا. المجلس العسكري لا يمثلني أنا شخصيا في شخصي. المجلس العسكري لا يمثلني. قوة الحرية والتغيير تمثلنا. تجمع المهنيين يمثلنا. السلام عليكم. للايف بكرة إن شاء الله وإضراب بكرة. الحمد لله والشكر لله. الإضراب ناجح بنسبة 90%. السلام عليكم ورحمة الله. هاشم محمد بسطان. السلام عليكم.